ايه يا ماما، انت هتفضلي مكتئبة كده كتير؟ لحد ما يرجع بالسلامة. لا يرجعك بالسلامة يا علي، لا بس لا انتي يرجعك بقالك زمان مش بتاكلي وزعلانة، مش كده يعني؟ اكل اكل. ايه يا بنتي، ربي يرجعه بالسلامة، يا رب يرجع بالسلامة. يا انا مش حرام عارفة عليكي اعيش، نفسك. مش عارفة اقعد، مش عارفة اعيش، ولا عارفة اقعد، ولا عارفة اكل، ولا عارفة اشرب، ولا عارفة طب انام. قومي كل حاجة. طيب اكل اكل، اللي هو الوقت زمانه جعان، زمانه متبهدل في المواصلات، جعان وتعبان. ده لا غياب بابا مأثر عليك لا جامد. انا ما اعرفش اكل ولا اشرب ولا احط حاجه في بقي، ولا اكل ولا اعيش الا لما علي يرجع لي بالسلامه. الهي ربنا يرجعك بالسلامه لاولادك، لاولادك يا رب، استر طريقه يا رب، يا يا رب رب. استر استر طريقه يا رب، ورجعه بالسلامه لاولاده. سيبيني بقى في ان انا فيس ما بيبي. ينفعش اللي انت بتعمليه ده كل ده عشان بابا. يلا يا نادين، سيبيني بقى، زبوني في الاوضه الواحده، انا مصدعه، عنده صداع، عنده صداع، بصور سيبوني، فيديو عنده ازاي صداع. عشان ابعته لبابا اوري له قد ايه مراته مخلصة. انا زعلانه، انا مش عارفه اعيش يا علي من غيرك، ولا عارفه اقعد، ولا عارفه اكل، ولا مش عارفه عارفة اشرب، اتنفس. مش عارفه اخد نفسي، مش نفسي تقيل يا علي، مش عارفه اخد نفسي الا لما انت تيجي. ربنا يرجعك ليا بالسلامه. طب انا هعيش ازاي كده اهو، اتاخرت عليا كده اهو، كده اهو اتاخرت عليا، مش ولا سهلة عارفه هي اكل، ولا بصراحة، عارفه اشرب. مكتئبة وما بتاكلش ولا تشرب خالص. لا مش هاكل، ولا ده احط حتى اجيب حاجه لها في بقي، المية، اجيب لها المية ولا تشرب. الميه دول لما علي ابدا يرجع. لا ابدا، ما علي ما يرجع، تشربش المية الا مع علي. لا ما علي، هو الفيديو ده هيروح له اه يعني؟ تعالى يا علي بقى، يا علي بقى، كل ده غياب. انا بصور فيه ده عشان ماشي ابعته بقالك لبابا. كام ساعه، كام ساعه سايبنا كده في الغربه واليوم ده؟ انا حاسه ان انا يتيمه، انا حاسه ان انا يتيمه يا علي. مش هناكل ولا ايه؟ قفلت الفيديو، ماما انا قفلت. قفلت الفيديو، اه اقسم بالله. امي. يلا بسرعه، طب يلا يلا بس يلا يلا تخش نلحق نخرج. يلا بنت شكلي حلو اه بجد، قمر نسيكي البوت، صوريني البوت وانا لازق، البوت قريبه. لازق. يلا بسرعه عشان ناكل، بسرعه ناكل، انا جعانه. بسرعه بسرعه، يلا 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 بسرعه بسرعه يا نادين. يلا اجري يلا اجري نسيبك. اجري اجري، يلا افتح الباب، يلا افتح الباب، يلا هات الاسكوتر يا نانا، خد الاسكوتر عشان نتفسح في راس البر. الفيديو قفل. مش عارفه، مش انت اللي بتقولي ان الفيديو قفل؟ بسرعه يا نانا عشان نتفسح في راس البر. يلا يلا يا نانا. نانو زعلانة جدا جدا ان بابا مسافر، وحزينة ومش جاي لها نفسي تعمل اي حاجة خالص. صح يا نانو؟ يا جماعة يا بتطلعوا خلاص يا جماعة، غيرك هما زعلانة. الاتنين هيتشوحهم دلوقتي. بسلم على المتابعين، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ بس ما خلاص هما مش هيردوا عليك. انا جعان عايز اكل، احنا جعانين عايزين ناكل. مفيش اكل؟ الاكل فين يا ندى؟ ما انا جاي الساعه 6، كنت بجيب بنتك من دمياط. اني رايني ارى سجاير، هل من هالرجل هنا؟ احنا جعانين، حاسب كده ما نخش المطبخ نشوف. لا 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 يا فراخ يا كريمين، الريحه الجامده دي. معلش حضرتك، احنا بنحب نشوف كل حاجه، لحمه لحمه وفراخ. هناكل هناكل. انك نفسيتك وحشه وزعلانه عشان ما اعرفش. ملوخيه. اوعي تقولي انت لسه ما طبختيش الرز. عايزه رز؟ امال هناكل ده كله بعيش؟ دايت دايت. اه الله، اغرشي بقى بسرعه بسرعه. لا احنا جعانين جدا. ايه الناس اللي داخله جعانه دي؟ لا لا جعانين جدا فعلا. بص يا علي، انا ما يجيليش نفسي ابدا اكل من غيرك، حتى بص فراخ ولحمه وملوخيه وبنتك، حتى نادين بعتك. انا جاي نفسي اكل خالص. نادين ذات نفسها بعتك، محدش فينا كلنا باعوك، كلهم باعوك يا بدران. شوف نانو عملت طبق الملوخيه اللي بتحبه. تعالى يا علي كل معانا، يعني زمانك قاعد تاكل سندوتش كده في الشارع. وبناكل عيش بالملوخيه زي ما انت بتحب. اه عيش وملوخيه وفراخ. اليوم ناقصك والله العظيم يا علي لحمه. لحمه سيب الطبق. لحمه عايز، لسه عايز الطبق وفراخ يا علي. اكل عشان انا نفسي مظبوطه. اه انا ونادين نفسنا مظبوطه اهو. شوف نادين نفسها مظبوطه ازاي، حتى المعلقه مش مقضيه. احنا الحمد لله كده خربنا بيت اختي، خلصت كل الاكل بالفريزر، وجوزها ان شاء الله يطلعها الوقت واحنا مروحين. يلا تعالوا بقى، ايه كلوا معانا.
تعالي طبعا بما ان احنا قاعدين حزنانين 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 عليك، فقاعدين كلنا زعلانين ان انت مش موجود. رجلك طالعه في الفيديو يا نانو، رجلك طالعه في الفيديو يا نانو. بما ان احنا قاعدين زعلانين عشانك يا علي، وقاعدين تحت السرير متغطين، فاحنا قلنا نظبط دماغنا كده بفنجان قهوه. علي انا زعلانه جدا 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 علي والله، من ساعة ما جيت يا علي وانا اعيط وهم يجيبوا لي قهوه ويجيبوا لي، حتى انا قاعده على المناديل قاعده على السرير يا علي زعلانه وحزينه وبعيط، فجابوا لي ده كلها وانا قاعده. وعشان ساعة ما اتولدت ما شفتهاش فرحانه زي النهارده، ما شفتهاش فرحانه، شوف ولا ريه ولا ريه، قصدهم زعلانه قصدهم حزينه، فقعدوني على السرير لان دايخه. وقعدت تزغرت 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 ازغرت، لا قالوني بزغرت من الدوخه. اكلوني وروقوني، انا قلت اكلوني وروقوني محمد هنيدي لا عارفه امي مسافره وهعمل حفله، لا يا ريت ما تجيش على قعدت بقى زعلانه وحزينه، فجبت ده عشان ايه يعني حاسه ان انا ضغطي واطي صح من كتر العيط اللي انا عيطته عشانك عشان ترجع بالسلام. النبي علي خليها انا معانا يومين لسه فايقه هي ضغطها واطي مفاجئ كده. حسيت بهبوط مفاجئ كده، عايزه كح، حسيت بهبوط حسيت بهبوط مفاجئ. يا خراب اسود ماشي، حسيت بهبوط مفاجئ. اسكتي بقى، حسيت بهبوط ما لحقتش اصور يا عم علي. ونادين طبعا زعلان على بابا ان هو مش موجود معانا النهارده وحاسين بالغربه، فقالت بتعمل شعرها عشان تشعري فبتكوي شعرها ونانو جاي بجد. الخاله الحنينه رزق قلبي يعني، والله الخاله الحنينه رزق قلبي يعني، مخرجاني ومفسحاني وجايبه لي ايه، جايبه لي كل حاجه نفسي فيها. الخاله الحنينه رزق حبيبتي، ونادو حبيبه قلبي، قاعده توديني الاماكن اللي بحبها بجد. وكنت بقول لها انا نفسي اكل الجاتوه اللي كانت بتاكلها يا ام علي في العربيه، اسمها ايه مش عارفه، جاتوه كان نفسي فيها جابتها لي. ونانو القمر برضو احلى خروجه والله العظيم بجد، كان يوم وحش، لا استغفر الله العظيم يا رب، كان يوم وحش جدا عشان انا حزينه، عشان انا من غير علي حتى مروحه بدري جدا. احنا لسه يا جماعه العصر جدا صح؟ لا يا بنت الظهر عصر ايه يا بنت؟ الظهر جدا إيه؟ احنا يا علي مروحين الظهر بقى عشان ايه ارحق اروح، لان مش جالي نفسي الحياه. احنا هنروح نصلي العصر باذن الله، باذن الله نصلي جماعه، ونغسل سناننا والناس لا 10 بالليل احنا، لا عادي يا بنتي انت شايفانا ايه. بصي يا علي احنا بس بنسجل لك الفيديو ده بنقول لك ان احنا ناس حزينه جدا من غيرك بجد زعلانين، وهنلبس دلوقتي حالا في العربيه عننا ولا ايه، وعشان الكيس بشوف الكيس وعشان احنا بالنهار في العربيات تلاقيها ايه زحمه شويه. احنا بالنهار جدا، النهار طالع منور صح. اهم حاجه انا نفسي عم علي يسافر كل يوم عشان احنا اتخرجنا خروجه زي دي، عشان احنا كنا زعلانين، عشان كنا زعلانين جدا، عشان ضغطي وطة، وخدنا علبه المناديل عشان نقعد نمسح دموعنا. وضغطي وطة اخدوني بقى يكشفوا عليا صح، ضغطوا عليا يا بنتي، كنا بنكشف عليا يكشفوا عليا الكافيه. اشربي حتى عصير يا بنتي علشان حتى ايه ابدا الضغط صح. اكلنا جاتوه، قالت بطلوا يا اولاد الادب عصير ايه اللي اشربه من غير علي، شفتوا عشان تعرف يا علي، عشان تعرف انا مخلصه لك قد ايه، قد ايه مش عارفه ادوق حاجه ببقي غير المانجا والعصير اللي انا شربته والجاتو والرز والفراخ واللحمه والملوخيه والبطاطس والقهوه عشان والقهوه عشان المزاج، عشان تعرف انا مخلصه لك قد ايه يا علي، وما برضاش اكل حاجه من غيرك ابدا. من غيرك ما اقدر، ما قدرتش اعيش. انا حاسه ان الفيديو ده اول ما ينزل انا هيبقى فيها طلاقي. لا 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 احنا ما بنقولش حاجه غلط صح، كله قلنا احنا بس زعلانين، احنا كنا حزينه، انا حزينه. احنا هنروح نصلي باذن الله العصر ونغسل سناننا وننام بقى، وننام عشان انا بنام بعد العصر، وانا علشان نشوه تقعد لوحدها فاروح ابات معاها. علشان ايه يا زعلانه ايه ان انا ابات لوحدها واعيط مش عارفه انام من كتر العيط والدموع، وانا عيني الصب تحت بيت امير ولا شغل مهرجانات لا 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 ولا حاجات من دي، بلا صب بلا بتاع بلا اي حاجه. اطمن بص بيتك كله في ايد امينه. فين امينه ده يطلع امينه خرجت من ورا السيد. خرجتي يا امينه. نانو وجه رساله لبابا. وبالمناسبه نانو كوت شعرها.
ولا ودينا نانو كوافير ولا عملنا لها بيبي ليس ولا اي حاجه خالص. ونادين برضو نفس الانهيار. احنا كنا ناس حزينه جدا. وانا برضو نفس الانهيار على فكره. والمفاجاه وانا برضو نفس الانهيار. بص هتسهل لما تشوفنا. يلا بقى نقفل الفيديو على كده عشان يبقى فيها طلاقي. اهم حاجه بس اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. ابوس ايدكم عشان علي هينفخني. ودعوا ان عم علي يسافر كل يوم. يلا بقى.